حياكم الله إذا مشاهدينا مجددا، ننتقل إلى المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة والذي ينظم معرض إكسبوجر في نسخته 7، وذلك في الفترة من 9 حتى 15 من فبراير المقبل في مركز إكسبو الشارقة. الحديث أكثر حول هذه النسخة من إكسبوجر معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي الأستاذ عبد الله حسين الياسي، رئيس قسم العلاقات الإعلامية بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. مساك الله بالخير ويا هلا ويا مرحبا بك. مساكم الله بالنور وبجميع المشاهدين والمستمعين، مشكورين على هذه الاستضافة لتسليط الضوء على التظاهرة الفنية الكبيرة السنوية اللي نقيمها في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة اللي هو المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر. نعم بالتأكيد، لو نتعرف يمكن على ثيمة إكسبوجر هذا العام، ما هو المحور الذي يدور حوله هذا العام؟ نعم، مثل ما نعرف اليوم يستعد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ومختلف الشركاء واللي معانا لتنظيم النسخة 7 من المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر، واللي بيقام على مدار أسبوع كامل خلال فترة من 9 إلى 15 فبراير في مركز إكسبو الشارقة إن شاء الله. هذا العام يمكن كلجنة منظمة أو إدارة عليا للمهرجان ابتدأت يكون المهرجان يستقطب جميع المصورين وجميع هواة ومحترفي التصوير بمختلف اهتماماتهم ومختلف مجالاتهم. اليوم التصوير مجالات كثيرة فيه، فحبينا أن الثيم العام يكون بشكل عام من دون تحديد أي ثيم أو أي مجال أو أي اختصاص معين، يكون يشمل جميع المصورين. إكسبوجر يضم مجموعة متكاملة خلال هذه الدورة من المعارض والندوات الحوارية وورش العمل، وبلا شك أنه يمثل نافذة سنوية إلى عالم التصوير اللي هي فرصة ثمينة لنا اليوم كجمهور أو محبي التصوير والعدسات أن ننمي مهاراتنا ونطلع على الخبرات الكبيرة اللي تتواجد في هذا المهرجان. المهرجان يمكن هو يهدف بشكل عام لترسيخ مكانته بين أبرز الوجهات المتكاملة اللي يقصدها الجمهور. نعم. من مختلف شرائح المجتمع، عشاق التصوير سواء كانوا محترفين وحتى الهواء. اليوم جهاز الهاتف في أيدين وفي كاميرا والكل يوثق اللحظات الجميلة ويشارك. نعم. هذه الصور. فاليوم إكسبوجر موجه لجميع شرائح المجتمع. نعم بالتأكيد، يعني نحن فخورين يمكن أستاذ عبد الله نشوف كل نسخة من هذا المهرجان من إكسبوجر أكبر من سابقتها الحقيقة. نعم. نشوف عدد المشاركات النوعية، وأنا أتحدث عن المشاركات النوعية لأن ما شاء الله يعني نجد في كل نسخة أسماء كبيرة جدا في عالم التصوير تحرص على المشاركة في هذا المهرجان، سواء كان في معرض خاص أو كذلك في الفعاليات الأخرى أو ورش العمل المقامة في هذا المهرجان. المهرجان أيضا يستقطب مثل ما ذكرت حضرتك جميع الفئات، مثل ما ذكرت أستاذ عبد الله اليوم كل حد أصبح عنده شغف يمكن في التصوير أو فئات عديدة من الأشخاص، خصوصا مع توفر كاميرات الموبايل أو الأجهزة المحمولة في إيدينا دائما، فالواحد على استعداد دائما لالتقاط صور جميلة أو فيديوهات جميلة، وهذا الهدف أعتقد كذلك أو أحد أهداف إقامة هذا المهرجان. ومثل ما ذكرت. نعم. حضراتك أنه مفتوح لكل المشاركين، ولذلك نجد فئات عديدة تشارك في إكسبوجر في كل عام. كم يبلغ عدد المشاركين هذا العام؟ شو هي الفئات اللي يتيح لها إكسبوجر المشاركة في هذه النسخة؟ نعم، في كل دورة عن سابقتها نحاول نتوسع بشكل أكبر، نستقطب مصورين أكثر عن الأعداد السابقة، معارض الصور، شركات المهتمة بالتصوير. يمكن إكسبوجر بعد 7 سنوات من انطلاقه
ما أصبح اليوم مجرد معرض للصور، بل امتد وتوسع ليكون مهرجان تعليمي ملهم، حدث فني يحتفي بالإبداع والمبدعين، وحتى السرد القصصي البصري، ويجمع مختلف التجارب من أنحاء العالم. نعم. هذه الدورة إن شاء الله بتكون معانا، بيكون معانا نخبة من المصورين اللي هم تقريبا 70 فنان ومغامر ومبدع بيشاركونا تجاربهم وأعمالهم في أكثر من 1700 صورة ستعرض خلال المهرجان. نعم. يمكن من أبرز الأسماء اللي بيكونوا موجودين الكاتب والمخرج السينمائي والمصور الرياضي نيل لافر، اللي بيقدم إن شاء الله خلال المهرجان خلاصة مسيرته كمصور رياضي، يعرض مجموعة من أشهر أعماله من الصور التاريخية خلال تغطيته للأحداث الرياضية. واحد من أهدافه بوجر اليوم أن دعم وتنمية وإبراز المواهب اللي في الإمارات موجودين، الشباب اللي صاعدين اللي عندهم شغف كثير. نعم. بالتصوير إن شاء الله بتكون معانا المصورة علي سلطان الجوكر، اللي هي تستخدم التصوير كوسيلة للتعبير عن الأحداث الاجتماعية في دولة الإمارات. صحيح. قصص من الإمارات، يمكن شفنا الصورة الشهيرة اللي اشتهرت مع إطلاق مفطار الأمل الإماراتي لسيدة كبيرة في السن مع الثوب الإماراتي والبرقع الإماراتي، تحمل لافتة كتب عليها أن وصلنا للمريخ. فاليوم إكسبوجر يدعم مثل هذه المواهب ويبرزها للعالم بشكل كبير. كذلك راح يكون معنا من بين المصورين القائمة الكبيرة بيكون المصور السعودي أحمد السيف، اللي يركز على توثيق الجوانب الثقافية والسياحية في المملكة العربية السعودية. نعم. المشهد الطبيعي والعمارة التراثية، فقائمة كبيرة ما شاء الله بتكون متواجدة معنا من خبرات من مختلف دول العالم إن شاء الله. إن شاء الله. الجميل أيضا في إكسبوجر أنه يسلط الضوء على مختلف التخصصات إذا صح تعبيري في مجال. نعم. التصوير الضوئي، يعني قبل شوي حضرتك ذكرت هناك أحد كبار المصورين في مجال الرياضة، أنا اللي أعرفه كذلك أيضا حتى في مجال السيارات الرياضية هناك مصورين متخصصين، وراح يكون هناك أسماء إن شاء الله بتشارك في إكسبوجر هذا مختلف المجالات العام. في مختلف المجالات من الصحاري للأدغال البحار وطيعان الغوص مع الحيتان وأسماك القرش، يعني عوالم مختلفة يمكن البشر يمكن ما يقدرون يوصلون لها، ولكن اليوم المصورين يخاطرون بأنفسهم ومشقة كبيرة يوصلون الرحلات هذه أن يكون معهم التجارب هذه ويجمعونها في الشارجة لتعرض للعالم من خلال الإكسبوجر. جميل. نتعرف ويا حضرتك عن عدد المعارض إن شاء الله اللي بتكون مشاركة هذا العام، عدد معارض التغذية البصرية. نعم. إذا صح تعبيري. نعم، اليوم من خلال المهرجان بيكون معنا 68 معرض سواء كان فردي أو جماعي، بالإضافة إلى 41 جلسة حوارية بيتم مناقشة كثير من الموضوعات اللي تهم التصوير، يمكن 63 ورشة عمل وجلسة نقاش اجتماعية في مختلف التخصصات مجالات التصوير الفوتوغرافي سواء الإخراج السينمائي. نعم. والإعلامي. نعم. الإعلان والتسويق. كذلك اليوم إكسبوجر يوفر منصة تعليمية للمصورين من خلال هذه الورش، اللي نهدف من خلالها مساعدة المشاركين وتنمية مهاراتهم، حتى الهواة الراغبين في يمكن اتباع شغفهم على التعلم من أفضل الخبرات وتنمية مهاراتهم من خلال هذه الورش. فالدعوة مفتوحة للجميع أن يشاركون معنا في مثل هذه الفعاليات. نعم. هذه الدورة إن شاء الله بتناقش قضية مهمة جدا، وهي قضية التغير المناخي اللي تأتي على رأس أجندة هذا المهرجان. لماذا قضية التغير المناخي بالتحديد؟ نعم، اليوم يمكن دولة الإمارات تولي اهتمام كبير بموضوع التغير المناخي من خلال كثير من المؤتمرات اللي تستضيفها أو تشارك فيها سواء على قادة أو حكومة الدولة، ومن خلال اليوم الصور اللي يلتقطها المصورين. نعم. المخلفات اللي موجودة في أعماق البحار وتأثر بشكل كبير على البيئة البحرية، المخلفات أو أشياء كثيرة اليوم من خلال الصورة نحاول من خلال هذه القمة البيئية اللي إن شاء الله هذه الدورة الثانية للقمة البيئية اللي تقام في نفس المهرجان مهرجان إكسبوجر
اللي بيشارك فيها مختلف الناشطين في مجالات حماية البيئة والمستكشفين والمصورين وصناع التغيير في جلسات نقاشية حول الحلول المستدامة والممارسات اليومية اللي تحمي البيئة وتحافظ عليها. إكسبوجر اليوم يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي والمؤسسي حول هذه القضايا للمحافظة على البيئة. جميل جدا، أن يعني إكسبوجر أكثر من تغذية بصرية أو متعة بصرية للزوار والمهتمين بعالم التصوير بشكل عام. شكرا لك أستاذ عبد الله حسن الياسي، رئيس قسم العلاقات الإعلامية بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. شكرا. يا هلا، مرحبا فيكم، مشكورين على الاستضافة. أهلا.